عم تبدي بكرملة السكر ليدوب. ايوه لين يدوب. حطينا الزعفران. لا هذا على الاقل ماء زعفران وشوي هيل مطحون وماء ورد. قلت لك المي؟ ايوه. بسم الله. وبنخلي السكر يذوب فيه. حط عندنا هنا الساقو والسمنه. الحين نقعد نحركهم لين ما يغلون وبصير هو بعدين شفاف. متى تعرفون انه استوى؟ لما يصير شفاف. فيلي تعالي شوفي لي هنا. الساقو معاكي؟ لا ممتاز، شوفوا ما شاء الله كيف صار. تماسك وصار من احد. لما يصير الحبوب هذه اللي انتم شايفينها البيضه شفافه معناته خلاص